نروح لخبر آخر، حيث أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن إقامة حفل توزيع جوائز الفنون الدورة الرابعة لعام 2023 في أفرع التصوير، النحت، العمارة، النقد الفني التشكيلي، التصوير الفوتوغرافي، وافتتاح المعرض الجماعي للشباب، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة في 7 مارس المقبل في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك. وانتهت جميع لجان التحكيم من الاطلاع وتصويت على الأعمال الفنية والمشاريع المعمارية والأبحاث النقدية المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة الرابعة، حيث تقدم لهذه الدورة 1850 عملا فنيا ومعماريا وبحثا نقديا من 1056 فنانا ومعماريا وناقدا فنيا من جميع محافظات مصر. تصل قيمة الجوائز إلى 500,000 جنيه مصري. وأعلنت المؤسسة الخميس الماضي عن القوائم النهائية للأسماء المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة الرابعة لعام 2023. دور مهم بتبذله مؤسسة فاروق حسني في، خليني أقول، إحنا كل ما بنتكلم على القوى الناعمة، لكن اللي بتقوم بهذه المؤسسة خليني أقول المحترمة القوية، اللي هي بتدي دعم للفنان. يعني في فنانين كتير، فنانين صغيرين وفنانين عندهم القدرة على تقديم فن محترم، فن جيد، نقد رائع، لكن ما عندوش الطريق أو الأسلوب أنه يصل، أو ما عندوش الدعم أنه يقدر يعمل العمل ده. شايف هذه المؤسسة والدور اللي بتقوم فيه لدعم كل المواهب الجديدة، وخاصة أن في لجنة ولجنة صعبة، والأعمال اللي بتحصل على الجوائز أعمال في غاية الروعة، وأعتقد أنه بنصح السادة المشاهدين أن هم يزوروا هذا المعرض الهام. أولا أنا سعيد بهذا الخبر. ليه؟ لأن إحنا كلامنا عن الغاز، وبعدين كلامنا عن التخزين، وبعدين قلنا الإنسان، والإنسان هو في قلبه الثقافة، الثقافة في قلبها الفن، حتى التعريفات الإجرائية زي ما بنسميها في البحوث الأكاديمية عشان نعرف الثقافة، الثقافة هي كل المدخلات داخل الإنسان، إحنا بنسموها المكونات الجوانية داخل الإنسان، بيأتي يقينا في قلبها الفن. الخطوة أو العمل اللي تم عن طريق مؤسسة الوزير الأسبق فاروق حسني ليها أكثر من جانب إيجابي، إنها متعلقة بالفنون وفنون النحت وإلى آخره، إنها مرتبطة بالشباب إلى حد كبير، وهي شريحة واسعة من الناس، وإحنا بنحتك الحقيقة بمجالات أوسع للشباب ونشوف عندهم قدرات إبداعية ممتازة. سواء هو نجح في حد ذاته أو خد جائزة مادية، وبالتالي في إطار طبعا مؤكد خطة عامة لوزارة الثقافة اللي هي كلها بتصب في بناء الإنسان وسلوكياته وأفكاره وموقفه وإلى آخره. ومن حسن الطالع أن مثل هذا الحدث يأتي وإحنا على بعيد أيام قليلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو أيضا حدث ثقافي كبير يتم في بناء في إطار بناء الإنسان، ومن مهال الجميع وهذا الكم الهائل من الشباب على وجه الخصوص صغارا وكبارا وإلى آخره تعرضوا على معرض القاهرة الدولي للكتاب، حتى إن ما اشتراش، هو مجرد إن هو ياخد ولاده ويشوف هذا الكم من المعروض، بل في تقديرات عن إن وزارة الثقافة عن طريق مؤسستها القومية باعت ما يعادل 200,000 عنوان كتاب، وهذا شيء رائع جدا. مش بس فقط هيعيد الهيبة أو المكانة لما يسمى بالمطبوعات الورقية بعد هوجة الإعلام الإلكتروني، إنما أيضا بيعيد تأكيد حاجة هذا الشعب إلى الثقافة والثقافة الجادة على وجه الخصوص. وإذا كان في شريحة معانا بتروح إلى الثقافة غير جادة، ففي النهاية بتجد في قلب هذه الثقافة الجادة الرسم والنحت والكتاب والمسابقات والتنافس المشروع على القراءة وعلى بناء الإنسان، اللي هو الهدف الرئيسي من كل هذه المجهودات الموجودة في دنيا الغاز أو في دنيا الإسكان أو في آخره، هو بناء الإنسان الصالح القادر على خدمة وطنه وخدمة نفسه وبناء علاقات سليمة. وأنا أعتقد، ودي مسألة شبه منتهية، أن الفنون بتنوعها بتساعد جدا على بناء رؤية الإنسان وموقفه، وبتهذب بعض عواطفه في إطار حزمة ثقافية متنوعة من القراءة ومن القيم ومن الأسر ومن العادات ومن التقاليد ومن هوية المجتمع والثقافات. على الأقل البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي يعني على الأقل البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي اللي هو عالم يعني مودي الناس كلها في داهية. يعني خلينا نقول يعني لا صحيح، لا صحيح، الحقيقة صحيح.